يا هلا فيكم في موسم جديد من برنامجنا الحياة فصول. هالمرة رح نبتدي البرنامج بطريقة مختلفة، رح يكون عندنا تحدي، وهذا التحدي رح كلنا نسويه مع بعض ونشوف كل أسبوع شنو أثر عليكم وشلون رح يساعدكم تطورون نفسكم. رح يكون تمرين وايد بسيط رح أقول لكم إياه في نهاية الحلقة، لكن الحين ودنا نتكلم بما أنه هو اليوم العالمي للصحة النفسية، ودنا نتكلم عن صحتنا النفسية وشلون ندير بالنا على نفسنا وشلون نحب نفسنا أكثر. إذا حبيتوا نفسكم أكثر وعطيتوا نفسكم اهتمام أكثر مثل ما أنتوا تعطونا حق غيركم، حياتكم راح تتغير إلى الأفضل. بما أن اليوم العالمي للصحة النفسية، اخترنا أن نتكلم عن الصحة النفسية وشلون نحمي نفسنا وشلون أثرها على حياتنا. الصحة النفسية يعني شيء وايد مهم، مثل ما إحنا ندير بالنا على صحتنا الجسدية لازم ندير بالنا على صحتنا النفسية. في ناس وايد يقولون طلع يعني مصطلح الصحة النفسية وقام ينتشر هذه الأيام بزيادة وإحنا ما كنا نسمع عنه قبل. في السابق كانوا الناس يركزون على الصحة الجسدية فقط، لما يكون الإنسان تعبان، في مرض معين، في مرض مزمن، يهتمون فيه ويهتمون في جسده ويودون الدكتور يقولون له لازم تاخذ هالعلاج وتهتم بصحتك. لكن غالبا الإنسان ما يصير فيه أمراض جسدية إلا هي تكون بادية أصلا أمراض نفسية، والدراسات قالت لنا أن وايد أمراض جسدية هي أصلها أمراض نفسية، مثل ضغط الدم. ضغط الدم من أحد الأمراض اللي هي يعني معروفة أن سببها نفسي، لأن يكون الإنسان يحس بقلق، يحس أنه هو دائما في حالة انفعال وحالة غضب، هذا يأثر عليه ويرفع الضغط عنده. مرض الغدة، الغدة الدرقية هم يكون يعني سببها شيء نفسي، والإنسان ما عالج هذا المرض النفسي وما اهتم في هذا الجانب النفسي، فالجسم اختار أن هذا المرض عشان يعبر عن الألم اللي هو قاعد يحس فيه. وأمراض وايد كثيرة نسميها بالصحة النفسية الأمراض النفس جسدية، تكون بالبداية أمراض نفسية، وللأسف لأن يكون ما عندنا وعي شنو هي الصحة النفسية، مو عارفين إحنا أوكي حاسين بألم، حاسين بتعب، حاسين بغضب، شلون نتخلص منه؟ هل أنا أقدر أتخلص منه بروحي أو أحتاج مساعدة معالج؟ أو لا، الموضوع وايد كبير، أحتاج معالجة دكتور نفسي أو أن أسكت؟ في ناس وايد لأن الصحة النفسية صارت كأنها وصمة عار، يخافون يقولون أن هذا الإنسان في مرض نفسي، يخافون يقولون أن هو مثلا في اكتئاب، أو هو مو قادر يخلص يعني مسؤولياته اليومية بسبب حالته النفسية. فصاروا الناس يا يهربون من الموضوع يا يخشونه ويعانون بصمت بينهم وبين نفسهم. وللأسف الناس اللي يعانون بصمت وما يعترفون بهذا المرض ولا يروحون يعني يدورون المساعدة من المختصين يتحول إلى مرض جسدي. وإحنا دورنا اليوم بما أننا قاعد نتكلم عن هذا اليوم العالمي للصحة النفسية أن نوعيكم بصحتكم النفسية. لازم أنت كل يوم من تصحى بالصبح وتراقب صحتك النفسية، هل أنت تقعد من النوم وأنت مرتاح ومقبل على الحياة ونفسيتك حلوة وتحس أن طاقتك مرتفعة ويعني عندك إقدام على الإنجاز وعلى العمل ولك خلق أسرتك ولك خلق نفسك وتحس أن أنت سعيد وتحط حق يومك نية حلوة أن تبتدي اليوم فيها، ولا تقوم تعبان ومتعكر ومتضايق وما عندك أصلا طاقة تبتدي اليوم وتقول أنا شفيني، بس أنت ما تدري أنت شفيك. وساعات يعني يكون في أمر واضح لنا أن إحنا ليش نفسيا تعبانين، مثل لا سمح الله فقد عزيز علينا من الأسرة، أب، أم، أخ، زوج، صديق، هذه الأشياء تكون تسبب لنا طبعا ألم نفسي كبير ولازم نعرف شلون نتعامل معها، وهذا يكون في حدث واضح سبب لنا الألم النفسي، فنكون احنا عارفين ليش احنا الحين متألمين نفسيا ومن شنو حاسين بهذا الألم. في بعض الناس يقدرون يتجاوزون هذا الحزن بروحهم عن طريق أشياء وايد، يحاولون أن يديرون بالهم على نفسهم بروحهم
وفي ناس يلاحظون أنهم مو قادرين يديرون بالهم على نفسهم بروحهم، يحسون أنهم أبسط الأشياء اليومية مو قادرين يسوونها، خصوصاً عقب فقد عزيز عليهم. فتلاقيهم أنهم مو قادرين يأكلون، مو قادرين يقومون يتحممون، صعب عليهم حتى يقومون إن يقومون بفريضة الصلاة، يقصبون نفسهم إن يقومون مثلا يصلون أو يأكلون لقمة، لأنهم يكونون صحتهم النفسية منحدرة وواصلة إلى مرحلة يعني هم وايد وايد تعبانين. هذيل الناس اللي يوصلون حق هذه المرحلة لازم ما يعانون بصمت. الإنسان اللي يعاني بصمت هو رح يتعب بروحه ورح تطول المرحلة عليه ورح يتعب عشان يتخلص منها. لما تحس نفسك إن أنت وصلت حق هالمرحلة ومو قادر تسوي أبسط الأشياء بيومك، اعرف إن أنت بحالة نفسية صعبة وتحتاج إن أنت تروح حق معالج نفسي، أو إذا أنت حاس إن زاد إلى درجة إن أنت اضطرابات نوم عندك، دشيت باكتئاب، قام تضعف وأنت ما تدري ليش وحاس إن أنت وايد تعبان، لا، هذا أنت ما تحتاج مدرب حياة، أنت تحتاج دكتور نفسي. وساعات الدكتور يعني يعطيك بعض العلاجات الدوائية اللي تساعدك إن أنت تطلع من هذه المرحلة الحزن، لأن مراحل الحزن ساعات تأثر علينا بشكل كبير، بأنها تأثر على يومياتنا، تأثر على سلوكياتنا، وما نعرف شلون إن إحنا نعيد حياتنا اليومية. فمن هذه الأشياء إذا يالك والله شيء خارجي وراواك إن أنت فعلياً تحتاج مساعدة، أنت فعلياً قوم وروح حق دكتور وروح حق سوي المساعدة اللي أنت محتاجها. لكن إذا أنت حاس إن أنت متضايق بس ما تدري ليش، حاس إن أنت تعبان بس ما تدري ليش، معناته إن أنت في أشياء تراكمات تراكمات تراكمات، وهذه التراكمات أثرت على صحتك النفسية. هني لازم أنت تاخذ خلوة مع نفسك وتدير بالك على نفسك، وتحاول ان انت قد ما تقدر تعرف شنو مسبب هذا القلق، ليش انت الحين متضايق. اذا انت الخلوة اللي قعدتها مع نفسك عرفت شنو سبب التعب النفسي اللي انت قاعد تمر فيه، وعرفت ان مثلا تتخلص منه ان انت تفضفض حق احد من اهلك، ان انت تمارس الرياضة، ان انت توازن غذائك وفترة نومك، زين والحمد لله. لكن اذا حسيت ان انت للحين تعاني من ارهاق وتعب وحزن وحاس ان حتى مودك مو زين، معناته ان انت لازم تروح حق مدرب حياة يساعدك ان انت تفهم نفسك اكثر، ان انت تعرف من وين يالك هذا الالم، ليش يعني هذا الالم، شلون اتخلص من هذا الالم. هذا يعني دور المختص، ان هو يساعدك ان انت تتخلص من هذه الالام اللي انت يعني قاعد تحس فيها. عشان كذي كونوا دائما واعين بصحتكم النفسية، لا تعانون بصمت. اذا حاسين نفسكم تعبانين ومو قادرين تخلصون من الام النفسية بروحكم، روحوا حق مختصين. وترى في ناس وايد ينطرون ويزيد عندهم المشكلة وما يكونون عارفين الحل. أول ما يكون عندك وعي إن أنت نفسيتك مو زينة، أنت حاس إن أنت مو أنت على طبيعتك، روح ودور أحد يساعدك، وحاول تلاقي المختص الصحيح أو الدكتور الصحيح اللي يحطك على بداية طريق الشفاء. وإن شاء الله دائما تكون صحتكم النفسية ممتازة، وإن شاء الله تكونون دائما بخير وبسعادة. في نهاية حلقتنا راح أقول لكم عن هذا التمرين اللي لازم كلكم تسوونه. هو التمرين وايد بسيط، أول ما تصحون من النوم لازم تروحون تقابلون المنظرة وتتكلمون حق نفسكم كلام إيجابي. شلون؟ راح توقف قدام المنظرة وتقول حق نفسك أنا أحبك، أنا أحبك، أنت تستاهلين كل خير. تقولون حق نفسكم كلام إيجابي، راح تلاحظون أن يمكن تجيكم الضحكة أو راح يكون صعب عليكم أن أنتوا تقولون، ولما تشوفون نفسكم بعيونكم يمكن تتبهرون أن أنتوا كل يوم قاعد تتبدلون وتطلعون بس أنتوا ما تشوفون نفسكم من الداخل. هذا التمرين وايد حلو، حاولوا أن كل يوم أول ما تصحى من النوم تجابل المنظرة وتقول كلام إيجابي، وتقول حق نفسك أنا أحبك، وتقول حق نفسك كلام إيجابي. وبعدين
حاول خلال اليوم تسيطر على صوتك الداخلي، يعني أي كلام سلبي تقوله حق نفسك حاول إنك توقفه وتستبدله بكلام إيجابي. وإن شاء الله الأسبوع الجاي نشوف شنو سويته بالتمرين وشلون هالتمرين البسيط جداً غير أشياء وايد داخلك أنت ما كنت حاس فيها.